شهادة صمت على أرواح شهداء العراق. غايتنا كانت أن تعود الحياة إلى هذا الصرح الكبير والثقافي في حياة المواطن في مدينة الموصل. يعمل كفكرة لها جذورها وثمارها ومنظرها، وهو بالنتيجة لا يقوم على شخص أو شخصين، وإنما ثمة جنود مجهولون عملوا ويعملون بشكل دائم لإنجاح مهمة هذا الركن المعرفي والثقافي في جسد مدينتنا الضامئة إلى التغيير. أنا اليوم يسعدني ويشرفني أن أكون أحد أعضاء اللجنة التنظيمية لهذا الحدث الثقافي الكبير اللي موجود اليوم بشارع النجفي. حقيقة إحنا اليوم بلشنا هذا النشاط بالتزامن مع بدء العام الدراسي. يعز علينا أنه يبلش العام الدراسي وشارع النجفي لعام الثالث مصفد بالركام والحطام. لهذا عسى ولعل أنه رسالتنا من هذا الحدث الثقافي اليوم أنه تتوجه للأنظار، حتى عسى ولعل أنه يتم إعادة إحياء من جديد وعودة أهل المكتبات وأصحاب محلات القرطاسية لهذا المكان، طبعا لأنه هذا الشارع هو يوازي بعراقة شارع المتنبي في بغداد وشارع الفراهيدي في البصرة، لهذا يعز علينا اليوم نشوفه بهذا المنظر. شنو كانت طبيعة مشاركاتك اليوم في هذا المنظر؟ حقيقة هو اليوم أكو عرض مواهب كالرسم، اللوحات الفنية من فحم وغيرها، هاي الأنواع اللي يستخدمون بالرسم، أيضا كتب، توزيع 5000 كتاب مجانا تقريبا للحضور، أيضا هناك أكو عمل مسرحي وأيضا عرض أفلام على الشاشة إن شاء الله تشوفوها. إن شاء الله في الأيام القليلة وفي الأشهر القليلة أنه راح نشاهد عودة لشارع النجفي. يا ريت، إحنا هذا الغاية منه لهذا الحدث اليوم. هذا الحدث إحنا مسوينا في سبيل أنه نعيد النظر لهذا الشارع. ملتقانا في النجفي هو ملتقى ينظيم، هو مهرجان ينظمه ملتقى الكتاب لتسليط، بالتعاون طبعا ودعم من اليونسكو، لتسليط الضوء على شارع النجفي بصورة عامة والتنبيه السلطات المحلية والحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني على أهم رافد في مدينة الموصل اللي هو شبيه بشارع المتنبي في بغداد. كان فيما مضى هو رافد المثقفين الوحيد يحتوي على الكثير من المكاتب والمطابع ودور النشر، أما اليوم فهو خراب ودمار كما ترون، ولهذا يسلط ملتقى الكتاب والضوء في هذا المهرجان على أهمية هذا الشارع الثقافي في مدينة الموصل. ممكن في الأيام القليلة القادمة نشاهد عودة شارع النجفي من خلال هذا الملتقى؟ هذا الملتقى وهذا المهرجان يعتبر رسالة إلى أصحاب الأملاك وأصحاب المحلات اللي موجودين في الشارع إلى إعادة افتتاح محلاتهم وإلى تخفيض أسعار الإيجارات اللي موجودة حتى يستسنى للناس اللي موجودين إعادة العمل من جديد. هذا إعلان لعودة الحياة والحيوية إلى المدينة ككل، وأنا بالنسبة لي شاركت ببعض الصور واللقطات منها القديمة أيام ما كان شارع النجفي، ومنها ما أثناء تحرير المدينة وأثناء الحرب. ممكن في الأيام القليلة القادمة راح نشاهد بعض المحلات والبسطات؟ نعم أكيد نعم، إن شاء الله بمعونة ومشاركة الطيبين ترجع إن شاء الله، والبوادر هذه موجودة يعني أمامكم، يعني ممكن تصورها تشوف الحياة، التجدد الحياة. الحياة مستحيل تقف عند محطة معينة، الحياة مستمرة. اليوم نحن في ملتقى الكتاب في شارع النجفي لإعادة الأمل وبث الحياة في هذا الشارع من جديد. قمنا بتوفير الحماية لهذا المحفل الكبير، ونتمنى عودة الشارع من جديد إن شاء الله وعودة المكتبات مرة أخرى. رسالة أيضا توصلها إلى هذه المحلات وهذا؟ أدعوهم للعودة وبث روح الأمل من جديد في المدينة القديمة. أشكر دار ماشكي للطباعة والنشر على دعوتها لهذه المساهمة ولهذا الافتتاح العظيم لشارع النجفي الثقافي، باعتباري إحدى يعني المصدرات لكتابي مجموعة الشعرية يواقيت في دار ماشكي للطباعة والنشر، ومساهمتي يعني إن شاء الله بهذا اليوم الجميل إن شاء الله والرائع اللي أتمناه، يعني النجاح، أتمنى النجاح. أهدافكم من
خلال هذا الملتقى اليوم في شارع النجف؟ أهدافنا أنه تكون يعني للمرأة وجودها وحضورها، ويعني مهما حدث للعراق، مهما حدث للموصل، فيعني يبقى للمرأة دورها بالمجتمع، دورها بالثقافة. صدر الديوان قبل كم شهر عن دار ماشكي للطباعة والنشر في الموصل، ويقام اليوم حفل توقيع لجميع النسخ الصادرة وجميع الدواوين الصادرة من دار ماشكي. فقدمت لي دعوة من الدار ومن ملتقانا في النجفي لكي أقوم بتوقيع الكتب. أما بالنسبة للرسالة، لأن شارع النجفي يمثل عمقا تاريخيا وظاهرة ثقافية لمدينة الموصل، ولأننا نحاول أن نرسم مشهدا ثقافيا يليق بهذه المدينة، جئنا هنا لكي نرسل رسالة مهمة مفادها أن مدينة الموصل مدينة تنبض بالثقافة والعلم. حضرنا اليوم افتتاح شارع النجفي، هذا الشارع الذي له أثر كبير في نفوس الموصل وأهل الموصل، وبعد أن قام بعد أن دمر أثناء أحداث تحرير مدينة الموصل. ونحن سعداء جدا بافتتاح شارع النجفي الذي كان له أثر كبير وفرحة كبيرة لدى أهل الموصل، وخاصة بداية العام الدراسي الجديد، حيث يعني يتسوق الطلبة والطلاب في من هذا الشارع من الكتب القرطاسية وغيرها. شنو هي كانت مشاركتك اليوم في هذا المهرجان؟ والله احنا اليوم يعني متضامنين مع جماعة اللي قاموا بافتتاح شارع النجفي، وهذه فرحة كبيرة طبعا.